صباح النور عليكم، كي دايرين؟ صحه لاباس؟ بخير؟ تعودوا كل شيء مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نبداو دائما بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى. اليوم راجل صاحبتي صاحب راجلي عارضنا الفطور معاه في واحد البلاصه سميتها بويرتو ريكو، وغنديكم معايا باش تعرفوا هذه المنطقه. هذه غندوزو فيها نص نهار، ومهم بلا ما نحرق مفاجاه. هو قال لي شي حاجه، ولكن نتمنى انكم تتابعوني باش تشوفوا شنو هي المفاجاه اللي عرضنا عليها. خليكم معايا وما تنساوش تضغطوا على لايك، مشاركه، سبسكرايب. واللعيبه ديالتي هي دائما نساوهاش. صباحكم مبروك. دابا وصلنا لبويرتو ريكو، واحد النقطه عاليه انتما دابا غتشوفوا لتحت على اليمين، على اليمين مباشره، واحد المنظر زوين. انا قطعت الصوت لان الريح مجهد بزاف، ما كيتسمع والو. حنا شادين الطريق واحد السرعه، هادشي علاش حيت الصوت. المهم هاد البلاصه هادي اسم على مسمى، بويرتو ريكو، للناس للميناء ديال الاخين ديال ريكو، ديال الناس الريكو، الناس الحبه والباسطه. يا سلام، وحنا واخا ما عندنا لا باسطه ولا حبه، ولكن حتى حنا دابا حنا شمتناهم. حنا كنتسراو وكنشوفو فابور. شوفو كتشوفونا اغلبيه الاوضيلات كلهم في الجبال، يعني تبارك الله تقنين هادشي هذا مزيان، تقنين زوين 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 زوين. وعلى اليسار، على اليسار الفوق في الجبل غتشوفو واحد الاوطيل بواحد الكولور ديال الدجاج، على اللون ديال، على اللون ديال الجبال. سبحان الله العظيم، ها هو دابا كيبان لكم مرسى مزيان. نتمنى ان شاء الله غادي نوصلوا لتحت. انتوما دابا كتشموا معايا ريحه البحر ولا كنشمها بوحدي؟ غنشوف قدامنا، شوفوا الا بالكم شي شويه القدام فاش غتبغي تدور الطوموبيل، تما كاين الاوتيل اللي قلت لكم على اللون ديال الجبل، ها هو داك الفوق. دابا احنا وصلنا ليه، هو هذا. سبحان الله العظيم، بحال الا بحال الاوتيل كيبان غير الحجر كامل، والجاج ديالو اللون ديال الحجر. سبحان الله العظيم، غزال 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 يا غزال. دابا حنا غادي ندخلو ان شاء الله الرحمن الرحيم باش غادي نشوفو البقية. بقات لنا واحد الدورة وغادي نوصلو. ها هي دابا الدخلة من هاد القنطرة هادي القدام، هادي هي الدخلة اللي قريبة للمرسى. شوفوا الجبل تبارك الله قدو قداش، وكله اطيلات لا على اليمين ولا على اليسار. هاد الفوق في الجبل كلشي اطيلات، والتحت اللي كاينين الريستورات لتحت. مع العلم ان حيت مكان سياحي غالي فيه الصراحه الماكله وغالي فيه كلشي. يعني فاش كنكون انا غادي انا وراجلي بوحدنا كنديرو الساندويتش وكنشريو المناضه وكنديوها معانا، هكذا كنربحو الفلوس في جيبنا وكنربحو المساريه. واحسن حاجه هي هذه الصراحه، لان الانسان خصو يشوف شي حاجه اللي ما شافش. امال الماكله الكرش ما كتشبعش واخا تعطيها، الا عطيتي ليها. هانتوما شوفوا الاشجار والخضره، الاشجار والخضره والوجه الحسن، دي قال داك المغني المغربي، الماء والخضره والوجه الحسن. هذه دابا هي الدخله ديال المرسى، لانها هو واحد الكريان خاص في المرسى ضروري خصو يدخل الدخله هنايا، ويعطي البطاقه ديال اثبات الهويه المسؤول على المرسى باش عاد كيسمحوا ليه بالدخول. يعني ماشي اي واحد غادي يشوف يدخل، غير الناس بوحدهم اللي عندهم العضويه. انتما عاود من الناحيه الاخرى، شوفوا ناحيه اليمين، شوفوا الاوتيل اللي كان ناحيه اليمين. ها انتما في الجبل المدرق،
الا جيتي من داك الجبل من اللور ما كيبان لك والو، كيبان لك غير جبل، ولكن شوف فاش كتجي مشي لهنا كيبان سبحان الله العظيم واعر. وهنايا المحلات ديال الملابس، البازارات، أزمنة خيالية بصراحة، لأنه مكان سياحي وهذا الشيء معروف في أي منطقة في أي بلاد. الأماكن السياحية كتكون دائما معروفة بالثمن الباهظ جدا، بارك عليك غير المشاهدة كما كنقول حنايا، اللي ما شري يتنزه، والنزهة اللي همنا دابا هذه الدخلة ديال فاش كيتبات الهوية ديالته والبطاقة ديالته، عاد كي يفتحوا لك البارير باش كدوز. وحنا اللي وصلنا دابا للجهة الاخرى، انا فرحانة وخايفة، بغيت نركب فرحانة وخايفة لاننا كتكون فيها الدوخة بزاف، الدوخة فاش كيتميل الباطو، حيت انا جربت الباطو الكبير ولكن الصغير والسرعة ديالته خايفة. نشوفوا شوفوا هاد الممر هذا، انت كتمشي عليه وهو هو كي كما كنقولوا كيتبومبا، كيتهز وكينزل. عرفتي راني كنتمشي عليه ومصارني مقلوبين، ورجليا رجليا فيهم الاعصاب، وغادي كنتمشى وكنحس برجليا هذاك الضفرين ديال الصبعان غادي يخرجوا يشدوا في الخشب، كنقول هنا نطيح هنا نطيح. والدوخه، وادم تبارك الله عليه ادم غادي عادي مولف عادي فرحان. وشوفوا دابا غادي نمشي حتى لنهايه الممر باش نوريكم واحد النقطه، عاد تشوفوا المطر هنايا ديال كل واحد مختلف الصراحه على الاخر. انا فاش كيشدو شوفوا هنا رجليا، كيبان لكم رجليا راه تماك راني شدوني مزيدين بحال شدو الاعصاب في رجليا، تزيرت. داك خصني نكمل لكم باش تشوفوا هذا الممر هذا الاخر ديالو، واحد النقطه فيه مزيانه، داك النقطه ديال اللي غتشوفوا المنظر كامل في هذه الجهه هذه سبحان العظيم. يعني الا جيتي من اعلى نقطه ما كيبانلكش هذه الجهه هذه، كيبان لك غير الجبال والبحر والميناء، ولكن ملي كتجي في وسط الميناء وكتصور كيبان لك سبحان العظيم الجبال دايرين وكل شيء، الاوتيلات كلهم موجهين لوجهك. المهم يعني الا كنت خربقت شي حاجه وما عبرتش مزيان، المهم نتوما كملوا من راسكم، المهم هو انكم تشوفوا هذا الشيء هذا وانكم تشوفوا بويرتو ريكو لابوغ ديال الناس الريكو. دابا شوفوا هنا وصلت للاخر ديال الممر، او هادا كنصور لكم، ولكن راه عينيا انا في البحر كنقول عناك نزلق ونطيح تما، بقى نقول ديال سعيد الجماني ارايديك ارايديك، ولكن للاسف ما غاديش نلقى اللي غايقول لي راه شريتو ليك سيري حيت ادم مشى وخلاني ما كانش اللي يفكني. دابا نرجع قبل ما نطيح، غنشد الجزره، مش ما غاديش الجزره غادي نسر بيه، ولكن ما لان داكشي راه كيتبوم بتحسي بحال شي واحد اللي كتحس بحال شي واحد غادي يجبد لك هذوك يسحب السجاده من تحت رجليك، والله العظيم الا غاديه وكنحس بصحتي كلها مغيره وخوفانه، ولكن رغم ذلك غادي نكمل لكم باش تشوفوا داكشي باش مبقيتش كنعبر مزيان. دابا راه وليت ابعبر ولا اعبر. ها هو الباركو ديال صاحب ادم، هو اللي انفص مع ادم. دابا ان شاء الله غادي نطلع عليه، وكنظن 100% ما غاديش نقدر نطلع ونصور، لان راه عينيا ما بين الباطو وما بين الممر كاين واحد الخويا الا طحت فيها المسامحه. الله يرحمني انا مسكينه، الله يرحمني انا مسكينه.
الحمد لله انا طلعت وما طحتش، انا دخلت لداخل المركب نوريلكم. ها جهاز الاتصال والصالون الصغير والبلاصه فاش كينعس هنايا. غزالك شي متول ومقاد زويون. هنا البلاصه باش كيحطوا الكيسان د اتاي. شوف انا قلت لكم كيسان د اتاي حيت انا بغيت اتاي، دورنا راس خصني اتاي. المهم البلاصه باش كيحطوا الكيسان هنايا كيدور واحد البوطونه باش كتعطيه الاتصال للموتور باش عاد غادي يضمريه. المهم ها الكوزينه، كوزينه والمعينات، داكشي متول ومقاد. الناس اللي كيعيشوا الحياه ديالهم كيخدموا مده طويله، وفاش كيشدوا التقاعد ديالهم كيديروا شي حاجه علاش يفوجوا على شي، علاش يعوض داكشي هذوك الايام اللي دازو لهم ما عاشوهاش. بصفه عامه الصراحه هما عايشين الحياه ديالتهم. حتى حنا دابا ما مش موتينش، حتى حنا دابا حنا كنعيشوا الحياه دابا. لا لا يخطي هاد اللي دار هاد التليفونات الصراحه والله العظيم. انا طلعت للفوق دابا وكنصور لكم، ماشي الفوق الفوق الصراحه، غير النص ديال الفوق باش نصور لكم شويه ونرجع نهبط قبل ما نطيح. ها اللوحه ديال السرعه والبوله، والبوله فيها بالخشب زوين. والشاشه، هاد الشاشه دي باش كيمشي في الطريق فاش ديما راه الصراحه ما بانش، كيبان غير بحال شكل خريطه في وسط البحر وكيشوف غير النقطه وهما عارف الاتجاه، لان ما كتبلكش في الشاشه البحر غاد كتشوف كشي قدامك، لا كيبان لك غير بحال الخريطه والسهم فين غادي. وهنايا هاد البلان كيكون في اي باركو باش كيديروا كيديروا هنايا الارقام ديال الموجات. الموجه رقم واحد يكون شحال الارتفاع ديالها وشحال السرعه ديال الريح اللي كتكون معاها، الموجه الثانيه كذلك، والثالثه. المهم غادي حتى ل 11 موجه او 12 موجه، واعلى موجه هي الموجه رقم 12 او 11. السرعه ديالتها كتوصل سرعه الرياح المصاحبه للموجه كتكون شي 120 كيلومتر في الساعه. هاد الشيء اللي شرحوا لي هما، انا ما عرفت حتى حاجه في هاد الشيء هذا، شرحوا لي هما اللي فهمت منهم. المهم الحاصل هذاك شي شويه تصبر يونيت اللي عندي فهمت منا هاد الشيء وانا نعاود لكم. هاد الشيء اللي عطى الله هو هذا، المهم المشاركه. واي ربان ديال المركب ما يقدرش يمشي الا كانت السرعه سرعه الرياح مرتفعه او الموجه الكبيره، ما مسموح لي ما مسموحش لهم انهم يخرجوا. انك لانهم كانت وقعتهم واحد الحادثه هذا وقمنوا عليهم منعا كليا. دابا غادي نمشيو نفطروا، ما صورتكمش فاش قلع الباطو لان انا جاتني الدوخه ورديت وما حيتي راسي ما حيتي التليفون ما صورت والو. دابا غادي نمشي نقلبوا على شي قهوه غادي نفطروا. هنايا تحت هنايا كاين بزاف ديال العرب ديالنا وبالاخص الاولاد والبنات الحارين. البور لان بورتو ريكو معروف بالزوديات اللي كيوصلوا ليه. انا كملت فطوري وخليت ماما كيفطروا باش نوريكم هاد الجهه دي الجانب اللي كيوصلوا فيه الزوديات. الاغلبيه اللي كيحرقوا اغلبيه كيوصلوا لهاد الجهه دي هنايا نيت. وهكا نكون وصلنا على نهايه هاد الجوله الخفيفه الظريفه. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله، ونكون وريتكم واحد شي شويه من الجران كاناريا. وكل مره ان شاء الله نحاول نقص شويه بشويه باش تشوفوا كل جزء، كل منطقه تشوفوا منها شويه 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 حتى نكملوا ان شاء الله الجزيره. ويسهل ربي نمشي لجزيره اخرى ونوريكم. نهاركم مبروك.